مثل مو مكتوب بالصحراء. وبالنسبة لللباس؟ بالنسبة لللباس يعني باعتبار مشهد حلم فالمفروض يكون أنيق، طقم مرتب مع جرافي. على كل حال بيجيك الأوردر على البيت من إدارة الإنتاج. حلو كتير، إن شاء الله يكون هالعمل هيك يعني فاتحة خير ولا يصير تقصير مني شخصيا ولا من الإنتاج. ولو أنا عندي كل شيء متوفر ابتداء من كاس المي وانتهاء بلبن العصفور. إن شاء الله يا ستي إن شاء الله. مرحبا. اهلا. منيحه؟ يا سلام عظيم، منيح اللي لبست هون وعملت مكياجك. ايه طبعا، لانه بالصحراء ما بنحسن نغير ثياب. مدام ايناس. نعم. نحن جاهزين. عظيم. يلا شباب تفضلوا. مشان وجبات الطعام. ما في داعي، ما في داعي لوجبات الطعام اليوم، تصويرنا كله نص ساعة ما بيتحمل. طيب بتحبي نعمل ساندويش ولا لا؟ واريد الساندويش، لسه هلا افطرنا فلافل وفول، شو بكون؟ ما في داعي للاكل، بلا الزفر هلا. طيب مثل ما بتريدي، شرفوا. تفضلوا شباب يلا بسرعه. استاذ جهاد تفضل معي بالسياره بنتسلى على الطريق. شباب ايه ما في مانع، تفضلي وعصام؟ ايوه ملابس الاستاذ جهاد وين؟ كلهم عندك بالسيارة. طيب شكرا. استاذ جهاد يا ريت تغير لي الملابس مشان يصير معنا كونتراست بالنسبة للجو والالوان. على عيني. شكرا. يلا يا شباب نزلوا لي هالاغراض الله يرضى عليكم وركبوا هالاجهزة بسرعة. حاضر.